رسوم ترخيص المحلات في كل شبر في مصر في قانون المحلات الجديد 154 لسنة 2019 ونوع الرخصة ومكان المحل والمساحة وعدد الزبائن وعوامل محددة للتكاليف، والتكلفة تبدأ من 1000 جنيه إلى 100000 جنيها، ورسوم خدمة تقديم الشيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعينا القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية. النهاردة حنتكلم مع بعض تفصيليا على رسوم رخص محلات القرى. طيب قبل ما نشوف تفاصيل الموضوع، يا ريت نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية. طبعا المقال عن موقع برلماني، حسب لك المقال رابط المقال أسفل الفيديو. المقال واصف جميع أو محدد جميع رسوم المحلات الجديدة في المدن وفي القرى وفي جميع النطاقات أو في كل رخصة على حدة تفصيليا، ولكن علشان ما نطولش عليكم احنا اخترنا القرى فقط لأنه الأسئلة كانت في الفترة الماضية على القرى، يعني ترخيص محل جديد بالقرى خلال القانون الجديد أو من خلال القانون الجديد. طيب تعالوا نشوف مع بعض ونبدأ التفاصيل بتاعتنا ونشوف رسوم المحلات، رسوم فتح محل جديد في القرية هيكلف كام. بحسب ما حدده القانون من قيم رسم الترخيص للمحلات والتي تتوقف على مساحة المحل وموقعه، ينشر برلماني بالأرقام تفاصيل تلك المساحة ومواقعها والرسوم المحددة لكل منهما، والتي تبدأ من 1000 جنيها كحد أدنى وتصل إلى 100000 جنيه كحد أقصى. أما المساحات فوضعت الحكومة اشتراطات لكافة المساحات ابتدأت من متر واحد وحتى 91 متر فأكثر. طيب تعالوا نشوف مع بعض مساحة المحل التي تبلغ من 1 إلى 15 متر تكلفتها تكون كام. حددت الحكومة أن عدد الردود في الزبائن التي تتسع لها محلات بتلك المساحات يبلغ من 1 إلى 5 زبون، أما رسوم التراخيص لها فتبلغ 1000 جنيه إذا كان نشاط المحل لا يمثل خطورة، بالإضافة إلى 1000 جنيه أخرى سواء عن صاحب المحل يرغب في أن تكون الرخصة سارية أو مؤقتة، أما إذا كان نشاط المحل من نوع الأنشطة التي تمثل خطورة فهنا يرتفع رسم الترخيص إلى 1205 جنيه بجانب الألف التي تمت الإشارة إليها والتي تمثل مقابل الترخيص إذا كان ساريا أو مؤقتا. طيب أما مساحة المحل التي تبلغ 16 إلى 20 مترا، حددت الحكومة أن عدد الرواد أو الزبائن التي تتسع لها محلات بتلك المساحة يبلغ من 6 إلى 10 زبون، أما رسوم الترخيص لها فتبلغ 1100 جنيه إذا كان نشاط المحل لا يمثل خطورة، بالإضافة إلى 1100 جنيه أخرى سواء كان صاحب المحل يرغب في أن تكون الرخصة سارية أو مؤقتة، أما إذا كان نشاط المحل من نوع الأنشطة التي تمثل خطورة فهنا يرتفع رسوم الترخيص إلى 1500 جنيه بجانب ال 1100 جنيه التي تم الإشارة إليها والتي تمثل مقابل الرخصة إذا كانت سارية أو مؤقتة. طيب أما مساحة المحل من 21 مترا إلى 50 مترا، حددت الحكومة أن عدد الرواد للزبائن التي تتسع لهم محلات بتلك المساحة يبلغ من 10 إلى 20 زبون، أما رسوم الترخيص لها فتبلغ 1200 جنيه إذا كان نشاط المحل لا يمثل خطورة، بالإضافة إلى 1200 جنيه أخرى إذا كان صاحب المحل يرغب في أن تكون الرخصة سارية و 1150 إذا كان يرغب في مؤقتة، أما إذا كان نشاط المحل من نوع الأنشطة التي تمثل خطورة فهذا يرتفع رسم الترخيص إلى 2000 جنيه بجانب المبالغ التي تمت الإشارة إليها والتي تمثل مقابل الترخيص إذا كانت سارية أو مؤقتة.
طيب مساحة المحل من 51 مترا إلى 70 مترا. حددت الحكومة أن عدد الرواد الزبائن التي تتسع لهم محلات بتلك المساحة يبلغ من 21 إلى 30 زبون. أما رسوم الترخيص لها فتبلغ 1300 جنيه إذا كان نشاط المحل لا يمثل خطورة. طيب عايزين بس نوضح نقطة أو حاجة هنا يا جماعة، إنه رسم الرخصة بيبقى 1300 جنيه فقط، ولكن إذا كان بيمثل خطورة فبتضاف إليه قيمة تاني زي 1400 جنيه. يعني 1300 أو 1000 أو 1200 اللي احنا ذكرناهم بالسابق دي رسوم الرخصة فقط. طيب يلا نكمل ونشوف موضوعنا بيقول إيه. بالإضافة إلى 1400 جنيه أخرى إذا كان صاحب المحل يرغب في أن تكون الرخصة سارية، و1200 إذا كان يرغب في مؤقتة. أما إذا كان نشاط المحل من نوع الأنشطة التي تمثل خطورة فهنا يرتفع رسم الترخيص إلى 2500 جنيه بجانب المبالغ تمت الإشارة إليها والتي تمثل مقابل الترخيص إذا كان ساريا أو مؤقتا. أما مساحة المحل 71 إلى 90 مترا، حددت الحكومة أن عدد الزبائن التي تتسع لهم محلات بتلك المساحة يبلغ من 21 إلى 40 زبون. أما رسوم الترخيص لها فتبلغ 1500 جنيه إذا كان نشاط المحل لا يمثل خطورة، بالإضافة إلى 1600 جنيه أخرى إذا كان صاحب المحل يرغب في أن تكون الرخصة سارية، و1250 إذا كان يرغب مؤقتة. أما إذا كانت نشاط المحل من نوع الأنشطة التي تمثل خطورة فهنا يرتفع رسم الترخيص إلى 2000 جنيه بجانب المبالغ التي تمت الإشارة إليها والتي تمثل مقابل الترخيص إذا كان ساريا أو مؤقتا. وأخيرا مساحة المحل 91 مترا فأكثر، حددت الحكومة عدد الرواد أو الزبائن التي تتسع لهم محلات بتلك المساحة يبلغ أكثر من 41 زبونا. أما رسم الترخيص لها فتكون 2000 جنيها إذا كان نشاط المحل لا يمثل خطورة، بالإضافة إلى 2000 جنيه أخرى إذا كانت حسب المحل ويرغب في أن تكون الرخصة سارية، و1300 جنيه إذا كان يرغبها مؤقتة. أما إذا كان نشاط المحل من نوع الأنشطة التي تمثل خطورة فهنا يرتفع رسم الترخيص إلى 2500 جنيه بجانب المبالغ التي تمت الإشارة إليها والتي تمثل مقابل الترخيص إذا كان ثارياً أو مؤقتاً. طيب دي كانت رسوم الترخيص في القرى والنجوع القرى والنجوع الحالية. أما بالنسبة لباقي الرسوم حسب لك رابط المقال أسفل الفيديو إذا حبيت تطلع أو تعرف باقي المعلومة. شكرا لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير، دمتم في رعاية الله.